فاش كيكثر ستريس ديال الخدمه والضغوطات ديال الحياه كيكون عندي حل واحد، كنحط شي تراجي في دماغي، كنجد موتوري مزيان وكنتوكل على الله. هاد المره الاختيار يرجع على المدينه الحمراء مراكش. هاد لي بيزود الاولى غادي نقلعو من مكناس وغنوقفو واحد الكازا نرتاحو بيد ما نكملو التراجي ديالنا. اخوان السلام عليكم، ان شاء الله غنبداو واحد الادفنتور جديده. عندك واحد الدوره شرفيه، شعلوا الكاميرا نبان لكم. اخوان رجلنا الرويد في الريح، ما تينقصوش لكن بنادم يحيد الشك. الطريقة هذه راه ما معاش اللعب. ونعمر البلان ديالنا، والحاجة كان دابا درنا البلان تنمسحو الكيلومتراج ومسحو النسبة المئوية شحال كلا باش من بعد فاش كنا نجيو من الرحلة تنعرفو شحال كلينا شحال كونسومينا كنعرفو كلشي داكشي. السلام عليكم، بخير مزيان الحمد لله. غادي نفاجئ شويه العام كامل حنا خدامين، غنمشيو شي على مراكش، غنحبسو في كازا ومراكش ونجيو على ورزازات ونجيو بحالاتنا شي 4 ايام ان شاء الله ضروري. الله يحفظك، الله يسهل عليك، شكرا. مرحبا بكم في الرباط العاصمة، الرباط العاصمة ديري قامة ندوزو لها من هنا. لا بلاش ندوزو، اش نديرو نتقهوى نضيعو الوقت، الوقت ما عندناش مازال تبان الطريق. بيبي نربو السيورات واخا ندير دي طلع هنايا. اخويا صاك واش من صاك هزه متقل. نسيت ما قدمت لكمش محمد الملقب بوزيكا. هاد الرحله اللي غيدوز هي اكبس رحله في حياته بسبب 30 كيلو لاز فوق كتافو، ما منوش بقيه تحفتني نادره. زيت اخويا يا الزنت او ماي جود، هذا ولا بحار، هذا ولا بحار انت عنك. بوزي كاع دباتو شكاره حلاتو شكاره. الموتور اللي يدير شحال هكا ماشي موتور، اه ماشي موتور، الموتور اللي تبقى خليه حدا الدار غتصور به ماشي موتور. يا حرقو حرقو الله يلا سير الحجة. دابا نشدو الطريق ان شاء الله للمحمدية، غنمشيو غنشدو الطريق للمحمدية نتلاقاو مع عبد الله تما، نتلاقاو مع عبدو المحمدية، نزيدو الكازا نرسو فين نباتو نحطو حوايجنا عاد شويه تسكعوش.
قضية التوين وطيلات. جولي انا نضربك شي تصويرة يعني؟ نضربك شي تصويرة هنا. سيدي معروف كازا بانكا من بعد ما وصلنا كازا الحمد لله درنا واحد الغلط قبل وما رصيناش فين نباتو، شي اللي خلانا في اخر لحظات كنقلبو على الكرا مع الويكاند كان كلشي عامر. مع الحمد لله لقينا عند الحاج سامي في سيدي معروف واحد لابارتومون نقيه، ولكن بوزيكا ما خلاهاش تكمل. خرجنا نجيبو التقضيه نديرو شي طاجين نسهرو عليه، وهو تيسير الساروت لداخل وسد علينا الباب، شي اللي خلانا نعاود نصنيو على السيد وعاود يرجع يحل لينا الباب من جديد. قلت لكم من قبل تحفه نادره. تهنيتي دابا او بزيكا؟ عجبك الحال؟ هي واش عندي ديال ادخل في السيروس في الدار وسد عليه الباب. زعما انت زعما راك حاضي كاين اللي تسنى وبركته ودخل الجامع بلغته وجلس دابا تشمش ليا مع راسك. عيط للسيد ما نعرف فين هو عاوتاني تضحك. لا حول ولا قوه. اصافي والحوايج اللي فوسط الدار يعني ترجع شي ضحك شي فرناس. ايوا بحال هذيك الشكاره قتلات لي يا خويا حسين تعاودت خونا راه هاي 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 بيزيكا خويا طويج ومورشين شي اخر فيضات اللي كاينين تما. هما دا هما دا وحيد هاد الثاني هاد الثالث. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. اليوم غنضربو تيبانو والدينا. سعدات اخويا سمع سمع احلى ديديكاس لخويا محمد كوازاك مورايد مورايد سبسكرايب ابوني قول لهم داك الشيء اللي خصهم يديروا. ابوني بارطاجي بارطاجي وما تنساوش تفعلوا الجرس وتفعلوا الجرس وتفرجوا في الفيديوهات. الفيديو هذا الاول هذا صح الاول ما تنساوش الطاجي كملوا معنا الطراجي ان شاء الله اللي غنمشيو مراكش ان شاء الله. مراكش قلعت مكونه خلاص الا جبنا شي شويه الفلوس مع مبرزوقه نمشيو. السلام عليكم الشرفه الخوت خوتي احبابي صحابي صافي قطع ولا مازال ما تقطع ما تطوي الطاجي دا هو بقات له غير شي شويه ديال التدعاب. اه ما طعمك العين ماشي مشكل داك الشيء الخير فايد الخير فايد ما تنساو ليا جوع وكلشي على من عاوتاني كلشي على من على من كلشي على العطريه عاوتاني وحده. الله 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 والقوام والزويته د عافيه باذن الله اخوتي. سير اخويا اللعبه هذه هرجه شي واش مورايد هاد النهار يا حي. سير اخويا بيلي تحيه للعيالات الحادقات بحال تاخذ سنه حميره نسينا حميره شي مشكل سير على الله كلشي تبارك الله تبارك راسو كبير تاسير راسو كبير قبوب دابا انا غادي نتحشى وحنا نعطيو الزيره ويلي الزيره اللي كرا بزيكا هنايا وكذا دابا انا غنبقى هكا ما يهبط ما والو لا بالله تيعاود يهبط داك الشيء اللي لتحت تهبط البصيله ويهبط الحيمه وكذا ويا غاده درجات داك الشيء درجات اخوان. بعد ما دوزنا الليله الاولى في كازابلانكا مراكش هادي شادوه دوزنا في واحد البورتما زويونا تبارك الله. دابا ان شاء الله نقلبوا على اقرب بومبارا من البارح. شنو درت لابلان بعدا نقول لكم شنو كانت لي درت لابلان من مكناس لان من مكناس من الخرجه يعني مازال في وسط مكناس وصلتني درت بعدا فيها في الرباط شويه مشيت قضيت غراض في الرباط دري صاحبي موطور كملت الطريق لكازا جيت في الناصر يونان كازا عاوتاني تساريت فيها قلبنا على الدار لقينا الدار خرج عاوتاني بالموطور مشينا عاوتاني تسكعنا شي شويه
وهي دابا مازال مازال البلان اللي درت لها في مكناس مازال خدام. البلان كان فيها شي 50 درهم وزدت لها واقيلا 116 درهم، تكون 170، ما فيهاش 170، ما بين 160 170 درهم. 160 170 درهم جابتني من مكناس وسالتني في كازا وفي الرباط، وانا خارج دابا غادي شاد الطريق لمراكش، ولكن راه غيسكت لي دابا خصني نقلب على اقرب بومبا. اللهم بارك. ولكن باش تكون عارفين ما كاينش الجرا، لوطورت واخا دخلت لها ما تفوتش فيها 140، مره وحده واقيلا ديك الكسيريز وصلت لها 190 ورخفت، يعني على حسب السوكان غادي 120 120 126 130 وبسرعه قانونيه باش كنت غادي ما كنتش نجري. المهم باش نحاول، يعني حاجه باينه. او هادو جبال، هادو ماشي ضوطان عندهم هنا. دابا ان شاء الله نطيحوا للطريق الكبيره وبراك ديروا شي بلان عاوتاني وصلنا لمراكش وسارينا فيه شويه. المهم في الاخر هادي هاد التور هذا كامل نقول لكم شحال كلي ديال ليسانس باش تعرفوا شنو كاين، وما يجيوش يبقاو يكذبوا عليكم ويقولوا لكم كذا وكذا. نقول لكم الحقيقه في دقيقه كما قال عادل الميلودي. يلاه نتلاقاو.